السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعيني الأعزاء، تحياتي لكم جميعا. أحب أشكر جميع المتابعين وجميع الناس اللي بتعلق تعليقات هادفة كده فيها معلومة مفيدة. أشكر الأستاذ محمد غنيم من البحيرة، الأستاذ محمود من البحر الأحمر، الأستاذ سيد من العدوة، في ناس من ديروت طبعا أسمائهم مش في ذهني حاليا، في ناس من السويس، في ناس من الجيزة، في ناس كتيرة تواصلت معايا على الخاص. واتمنى يعني لو كل واحد يكتب اسمه ويبعت لي رقم تليفونه، ولو في اي تواصل او في ناس بعتت لي فيديوهات للحاجات اللي هي مربوطة ان شاء الله ننزلها في فيديو تاني باذن الله. دي حالة طبعا تربية الجمال عندنا في المنيا هنا ضعيفة جدا او تكاد تكون نادرة يعني، فدي حالة تلبك معوي شديد في جمل. طبعا مع قلة الكرامة بتاعت صاحب الحيوان ديت للأسف ما فيش اهتمام خالص بيه ولا في عناية. شفتوا الحيوان هزيل وضعيف، مع قلة الكرامة بتاعته الحيوان ده اضطر ياكل تبن من غير بترابه بكله، تبن تقريبا تبن ربة او تبن برسيم حجازي عليه تراب، عمله تلبك معه، شايفين الكرشة فيها انتفاخ، هو طبعا مش قادر حتى يقف على رجليه. فدي طبعا عالجنا له محاليل عشان طبعا الحرارة بتاعته واطية شوية، في انخفاض في درجة الحرارة، فعالجنا له محاليل وادينا له حاجات في المحاليل دي حاجات تمشي الطبيعة وتمشي الكرشة بتاعته، وادينا له مجويات وفاتح شهية، وادينا له برضو كياس شوربة بحيث انه ربنا ييسر له ويبدأ الكرشة تشتغل. فطبعا الحيوان زي ما قلنا الكرامة اهم حاجة، الكرامة في تربية الحيوانات، فعشان بس ما تاخدش ذنبه الحيوان ده لازم تدي له حقه يعني. ده طبعا المحلول معلق له محلول ورين، دي افضل شيء في علاج التلبك المعوي انك انت تحاول تدي حاجة تونكس سبلمنت للحيوان بحيث ان هو ما يجعش منك. فزي ما قلت في ناس حبايبنا بعتلي فيديوهات لأغنام من أسوان، أستاذ أحمد كلمني وحاليا تقريبا في الكويت مربي أغنام في أسوان، هبقى أعمل لكم فيديو ليها وأنزل لكم الصور بتاعتها، أغنام سوداني جميلة. أستاذ سيد برضو مربي شوية خرفان تسمين، بدأ معهم من الصفر، يمكن بدأ يرضعهم هو بنفسه، جابوا معمر صغيرة وحاليا هم الوقت اوزان ما شاء الله، بس لسه هنزل فيديو وهقول له على شوية حاجات كده اعملهم معهم ان شاء الله عشان يبدأ يدي انتاج كويس معه. طبعا الاستاذ محمد غنيم من البحيرة ياريت تطمني وتعرفني البقرة اللي عندك اللي جسيتها دي اخبارها ايه. ان شاء الله يعني هنقدم لكم كل جديد، ولو في اي استشارة انا تحت امركم، والحاجات دي انا بقول زي ما قلت دي قناة خدمية يعني، فانا اتمنى اخدمكم في اي وقت وتحت امركم في اي استشارة بيطرية. الناس طلبت مني تركيبة لابقار حلاب باذن الله هنجهزها لهم ان شاء الله، وفي ناس طلبت برضو مشروع كان دخلت مشروع تسمين وللأسف ما حصلش ان هي وفقت من بني مزار اساسا، وصاحبه مسافر وخلى اخوه يعمل مشروع مكانه، فحصل طبعا انه اشترى الحيوانات سن صغير ب11,000 تقريبا يعني مش مكمل سنة وشهر ولا حاجة، فطبعا العجول دي كبست منه وهو طبعا بجد علف على طول من اول ما جاب العجول، فطبعا صعب ان هي تحول، بتيجي عند وزن معين كده وبيجي في التحويل خالص، فبتسبب خسائر كتير عنده. فلازم انا زي ما قلنا احسن وانسب وزن للتسمين من 200 ل 250 كيلو، ده انسب وزن انك انت تسمن حيوان، انما انت لو جبت وزن اقل من كده 150 160 180 هتبص تلاقي الحيوان تروح مدخله على العلف مره واحده هيكبس منك ويوصل لوزن 250 كيلو 300 كيلو بالكتير وهيوقف، مفيش تحويل تاني خلاص. انت لازم الحيوان بتجيبه نعمل هيكل الاول، نربي الحيوان عظميا وبعد كده نبدا نرمي اللحم عليه، فلازم ندي فرصه للحيوان انه ياخد وقته في عمليه البناء العظمي، بعد كده بنبدا ندخله على العلب بحيث انه يدينا اوزان كويسه ويدي معدل تحويل عالي. فان شاء الله الفتره الجايه ان شاء الله هنركز على الحته دي كويس، والاعمار اللي انتوا زي ما انا بصورها لكم في فيديو هي اللي تنفع في عمليه التسمين افضل يعني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.